رجاء عبده هي واحدة من صاحبات الأصوات المميزة التي برزت سينمائيا في فترة الخمسينات، وكانت قد بدأت مع الإذاعة الأهلية في الأسكندرية، وقبل ذلك بعدة سنوات قدمت أشهر الأغنيات وقتها، وقد وصفها النقاد في أفلامها بالتلقائية في الأداء، فهي بالفعل تعتبر من أكثر فنانات جيلها موهبة سواء في التمثيل أو الغناء، ومن أشهر أغانيها البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي التي لحنها لها محمد عبد الوهاب وكتبها أبو السعود الإبياري، وما زال الكثير يعرفها حتى يومنا هذا. الفنانة رجاء عبده من مواليد 3 نوفمبر من عام 1919، ويقال أن اسمها الأصلي هو اعتدال جورجي عبده آتون، ووالدها كان يعمل بهيئة التلجراف، وقد نشأت مع أمها وإخواتها الخمسة بعد انفصالها عن والدها بحي الزيتون. دخلت عالم التمثيل عبر الغناء، حيث بدأت تغني وهي لم تتم سن العاشرة من عمرها في المحطات الأهلية والحكومية، وعملت مطربة في الإذاعة الأهلية. وفي إحدى المرات قرأت الفنانة رجاء عبده إعلان في الصحف يطلب فيه المخرج محمد كريم وجوها جديدة لفتيات كي يختار البطلة أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب في أول أفلامه الوردة البيضاء عام 1934، وغمرها الحلم بتولي دور البطولة، ولكنها لم تكن بلغت 15 من عمرها، وعبد الوهاب تجاوز 30، فتحايلت على الأمر بارتداء ثياب جعلتها تظهر أكبر سنا، ووضعت مساحيق التجميل على وجهها، وذهبت مع والدتها لمقابلة عبد الوهاب في مكتب المخرج محمد كريم، وهناك طلب منها أن تغني، فأدت أغنيته المشهورة حسدوني وباين في عينيهم، وبعدما استمع إليها باهتمام قال لها صوتك جميل وليس فيه نشاز، وهذا شيء مهم، كما أنك تغنين كمطربة محترفة ولكنك ما زلت صغيرة وصوتك لم ينضج بعد، خليكي شوية لما تكبري وعندها سأشركك معي في فيلم آخر. ووقع الكلام عليها وقع الصدمة، وخرجت من المكتب وهي تبكي لضياع أعظم فرصة في حياتها، ويقال أن منذ تلك اللحظة قررت أن يصبح اسمها رجاء كاسم بطلة الفيلم، وهكذا اختارت بنفسها الاسم الذي عرفت به طوال حياتها رجاء عبده. ولم تنتظر بعد ذلك كثيرا، ودق الحظ بابها من جديد عندما اختارها المخرج كمال سليم وجوزيف باروخ صاحب شركة اسطوانات أوديون للقيام بدور البطولة في فيلم من وراء الستار أمام عبد الغني السيد عام 1937، وحقق نجاحا طيبا، ثم فيلم صرخة في النيل عام 1940. ثم بدأ حلمها الكبير يتحقق عندما اتصل بها محمد عبد الوهاب يعرض عليها بطولة فيلمه الجديد ممنوع الحب عام 1942، بعد استبعاد ليلى مراد بسبب مغالتها في الأجر، وكان الفيلم أحد أهم المحطات في حياتها الفنية، حيث عرض في أكثر من بلد عربي، وجعل اسمها يتردد على كل لسان، وأغنياتها تبث من الإذاعات العربية. استمرت رجاء عبده في تقديم أفلام غنائية ناجحة، كانت دائما البطلة أمام كبار نجوم جيلها أمثال محمد عبد الوهاب وكمال الشناوي وفريد شوقي ويحيى شاهين وأنور وجدي وحسين صدقي، كما قامت بدور شهرزاد على المسرح في أوبريت شهرزاد لسيد درويش، وقدمت خلال مسيرتها ما يقارب من 14 فيلم، حتى عام 1950 عندما قدمت فيلم حبايبي كتير، وبعد ذلك أثرت الاستقرار العائلي مع زوجها الطبيب يوسف عطية عن المجد الفني، وأنجبت ولدين هما عصام وعمر الخيام. ولكن في عام 1972 أقنعها الممثل الراحل فريد شوقي بالعودة مرة أخرى والمشاركة في فيلم كباريه الحياة مع مها صبري ومحمود المليجي، وكان الفيلم الوحيد الذي مثلته بالألوان الطبيعية. حققت أغنية الفنانة رجاء عبده البوسطجية اشتكوا شهرة كبيرة جدا في فترة الأربعينات والخمسينات، حتى جاءت ثورة يوليو وتم منع إذاعتها بالإذاعة خشية أن يفهم الرئيس جمال عبد الناصر الذي كان والده بوسطجيا بمصلحة البريد أن هناك قصد من تداول الأغنية. وكانت الإذاعة البريطانية والإسرائيلية بعد حرب السويس تذوع الأغنية باستمرار للاستهانة بالرئيس، كما أن الإذاعة العراقية في حقبة الخلاف المصري العراقي في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم كانت تبث الأغنية باستمرار كيدا في الرئيس عبد الناصر.
لكن عندما علم الزعيم بالأمر ضحك ساخرا وأحبها واعتدى على سماعها بالإذاعة وأمر بأن تذيع الأغنية يوميا، كما كرمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومنحها شهادة تقدير وطلب منها أثناء التكريم أن تغني أغنيتها البوسطجي يشتاجه. رحلت الفنانة رجاء عبده عن عالمنا في يوم 13 يناير من عام 1999 وذلك عن عمر يناهز 80 عام. وقد عاشت الفنانة رجاء عبده في سنوات عمرها الأخيرة في معزل عن العالم كله في فيلة ابنها بعيدة عن الناس، ولم تخرج من عزلتها إلا في وفاة محمد عبد الوهاب.